جون تاني قفشة، والجون التاني للنادي الأهلي كده إن شاء الله خير. يعني قربنا نخلص الماتش وربنا يكرمنا والعشرة يا أهلي بإذن الله. نرجع لقصة حالة شيحة، والحقيقة أنه الفنانة حالة شيحة عاملة جدل واسع في المجتمع، مش جدل بس فني، جدل فني، جدل ابتدى يخش فيه كلام من بعض الشيوخ السلفيين، واخيرا عملت بوست اخر اتكلمت فيها على ردت بقى على البوست الاولاني وشكرت الناس اللي هي قالت بشكر الناس اللي رسائلهم الجميله المشجعه، وقالت انه الفن زي اي مهنه حلاله حرام وحرامه حرام، حلاله حلال وحرامه حرام، واتكلمت انها ما قبضتش، اتكلمت عن الفلوس ما قبضتش الجزء الاخير من اتعابها. يعني قصه طويله كده، لكن خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من والدها الفنان التشكيلي الكبير احمد شيحه. استاذ احمد مساء الخير، بصراحه اتخضيت ولا كنت متوقع بعد زواج حاله من يعني الاستاذ معز مسعود، سواء كان داعيه بقى ولا المنتج معز مسعود، كنت متوقع هذا التغيير؟ الحقيقه يعني ببساطه، يعني انا عايز ابدا مع حضرتك وانت الست اللي عارفين حالة إنسانة طيبة طبعا ونيتها طيبة وما عندهاش خبث ومحبة لكل زملائها من قلبها. اللي حصل إنه البوست ده نزل بعد الفيلم بثلاث أسابيع. طيب إيه النتيجة بتاعته؟ يعني ده بوست مجاني كده بنزلاه علشان الناس تهجم عليكي، ده كمين؟ كمين معمول للبنت؟ كمين مين اللي عامله يا استاذ احمد؟ ما هو ده السؤال، ان احنا نتريث شويه. سامعك لو اسمعني بس من التليفون علشان نقدر نعرف كمين مين اللي عامله، يعني كمين. عشان كده بقول لحضرتك نتريث شويه علشان ما نهجمش الهجوم الفظيع ده ونظلمها من غير ما نعرف حقيقه الامر. كلمتها حضرتك؟ كلمتها؟ ما كلمتهاش يا لميس، والله انا زعلان. انا نزلت تصريحات لكل الصحافه والاعلام، قلت انا ضد البوست ده 100%، وايدت البيان اللي نزله النقيب، وقلت ده كلام دقيق ومحترم، ولكن علينا ان نتريث حتى نرى ما وراء هذا الامر. طب ليه ما كلمتهاش يا استاذ احمد؟ يعني انت اللي مربيها، على الاقل اطمن عليها. لاني زعلان. زعلان. اخواتها كلموها؟ اخواتها البنات كلموها؟ هنا مثلا ما اعرفش يا لميس والله، انما كلهم زعلانين ومامتها زعلانه، كلنا زعلانين. انت حاسس انه انا شوف يا لميس هقول لك بكل صراحه، نعم، انا لن اسمح باختطاف حالة باي حال من الاحوال، وهقف ضد اي حد في الدنيا. يعني انت قلت انها بنتي مخطوفه، يعني ايه بنتي مخطوفه يا استاذ احمد؟ ما هو لما حد يعمل عمليه زي دي وتتهم باتهامات، هي عمرها ما قالت الفن حرام ابدا. لا في الاول لما اتحجبت وقعدت فتره طويله، ولا دلوقتي، عمرها ما قالت الكلام ده. بس البوست الاولاني كان واضح. البوست الاولاني قالت انا وطبعا البوست ده غلط كله من اوله لاخره، انا مش قابله، انما ما قالتش فيه ان انا هعتزل وان الفن حرام. بس استاذ احمد هي بتقول ان بنقيس نجاحنا بمقاييس الدنيا، بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا ولن ننجح. وانا يعني كل ده كلام له معاني واضحه استاذ احمد، وانت هو نفسك ده اللي انا ببحث عنه، من الذي وراء هذا؟ انت يعني انت بتتهم مين؟ هل بتتهم جوزها مثلا ان هو خدها في هذا الطريق مره يعني اخرى؟ يعني انا وصيته 100 مليون مره، قلت له انت متجوز فنانه كبيره وعليك انك انت تقف جنبها وتحافظ على فنها، وهو وعدني ان هو هيعمل كده، انما انا لقيت بعد ما رجعوا من دبي
البوست اللي نزل ده والتصرفات دي. انت حسيت انها اتغيرت يعني؟ يعني ابتدت اتغيرت طبعا، لانه هي كانت ايامها كانت بتعمل الفيلم كانت في منتهى السعاده وكان عاجبها الفيلم كله. قلت ايه لتامر؟ انا كلمت تامر وتامر كلمني وهنيته بالفيلم. لما اتجوزت وابتدينا نشوف لها صور حاطه السكارف، طبعا ده اختيارها وحريتها، ابتدت تحط لا هي حاطه الطرحه دي، بينزلوا هم في الامارات بينزلوا المولات وبتاع مع الولاد، فبتحط الطرحه دي زيها زي لا في الامارات. في الامارات كلنا بننزل عادي، وحتى أيوة في السعوديه. هي مره خلاص عملت كده يعني، مره عملت كده ونزلت الصور دي مشعرها كله. ايوه بس هي لما ابتدت تحط الطرحه احنا ابتدينا نفهم انه حاله. ما دي بقى بدايه الحاجات اللي انا بدات الاحظها. ما سالتهاش بقى يا استاذ احمد؟ ما قلتلهاش يعني من ساعه ما اتجوزت كلمتها كم مره؟ يعني اتكلمت وقلتوا ايه؟ كتير كتير، وقالت لي انا لا يمكن ابدا حد يوقفني عن فني ولا حد يعطلني عن فني، وانا بوعدك يعني وعد يحسدني ربنا عليه، وهي اكيد سامعاكي دلوقتي وعارفه اللي انا بقوله ده ايه. حاله مضطربه، حاله متلخبطه يعني، من المره الاولانيه للمره الثانيه، من النقاب لل يعني حاله تحملت ما لا يتحمله بشر. اللي هو ايه؟ انا بقول لك اهو، في الفتره الاولانيه من زواجها وبعد عودتها وقعدت تشتغل بكل يعني ما اوتيت من قوه علشان اولادها، ولما تقدم الاستاذ معز عشان يتجوزها يقترن بيها واتكلمت معاه واتكلم معايا وفهمت تماما ان حتى انا قلت له يعني بلاش كلمه داعيه دي، لان دي بتحطك في مصاف ناس وفي منطقه مالكش دعوه بيها انت. يعني انا صراحه انتوا كاسره اسره محترمه جدا، وانا عارفه انكم اسره بتهتم بالفن وتقدس الفن من اول حضرتك للولاد كلهم. ايه راي يعني لما لقيت هذا الهجوم من الوسط الفني كله والناس بتقول لها رجعي الفلوس؟ طب وانت يعني لو والله حزين حزين حزن كبير، ما تقدريش تتخيلي حزني يا لميس. انا متخيله لان انا فاهمه احترام حضرتك بالذات للفن، انا فاهمه، ولذلك انا بقول لك اهو يعني على الهوى، انا سادافع عن بنتي ضد هؤلاء الناس باي ثمن. ستدافع عن ايه يا فندم؟ ستدافع عن بنتي. عن بنتك. ايوه بس انت شايف ان انت بتقول ان بنتك غلطت. غلطت وبس، احنا مش لازم نذبح، لازم نفكر ونتريث. لازم تعرف الكمين ده هي حاله اللي كاتبه البوست ده ولا مش حاله؟ لما قريت انا كمان عايز اتاكد لان انا مش واثق ان هي اللي كاتباه كمان. ولما قريت بوست معز بعديها حسيت بايه؟ حسيت باسف. مامتها ما كلمتهاش يا استاذ احمد؟ مامتها كلمتها، قالت لها ايه؟ لا ما 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 اديتهاش جواب شافي، انما 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 يعني كانت زعلانه جدا ناديه جدا يعني. لما اقول لها شجاعتك، شجاعتها على ايه؟ هي عملت مشهد حرام؟ ما عملتش ده في افلامها كلها، ما عملتش مشهد حرام ولا مشهد سيء ولا مشهد مبتذل. حاله فنانه كبيره يا جماعه، ما نقعدش نقطع فيها من غير ما نتدارك الامر. لو حاله سمعاك احنا التقطيع ده يا استاذ لميس يسعد هؤلاء الناس اللي ورا هذا الكمين. قصدك التيار المتطرف؟ التيار المتطرف اللي انا ضده حتى اخر يوم. مين اللي لعب في دماغ حاله من زمان يا استاذ احمد؟ في حد لعب في دماغها من زمان؟ من زمان ده الكلام ده قبل ما ترجع وتقلع النقاب. ايوه ما هو ما زالت البذره موجوده، فرايحه راجعه رايحه راجعه. لا والله والله ابدا. لو حاله سامعاك دلوقتي
اظن انها سامعاك، هتقول لها ايه؟ اكيد سامعاني. هتقول لها ايه؟ قول لها يا بنتي زي ما قلت لك، انما يكتمل ايمانك هتعرفي ان كل الكلام ده لا علاقه له بالله. الله هو الجمال والابداع والابتكار. يا حلا يا حلا، اعتذري على اللي انت كتبتيه لمصر كلها، اعتذري لمصر كلها. يعني دموعك غاليه عليا قوي يا استاذ احمد، انا عارف، انا مقدره جدا مشاعرك، ارجوك ما تبكيش لانه انا عارف انت حاسس بايه دلوقتي. انا حاسس بطعنه، طعنه كبيره يا لبيس. حلا بالنسبه لي كانت نموذج جميل للبنت المصريه، ده حقيقي، وفنانة موهوبة. ده حقيقي اللي بقول ده، الدنيا كلها اللي بتقول. يا حلا لو سمعانا، دي دموع أبوكي، دي دموع أسرتك، لأنهم بيحبوكي. يمكن في غضب عليكي مفهوم، لكن دي دموع صادقة لرجل رباكي على الفن المحترم، رباكي على احترام الآخرين، رباكي على احترام إنه الفن ده شيء راقي. ويا حلا ما تخليش حد يلعب في دماغك، والحرية لك، أنت حرة تقومي أنت حرة، ولكن ما تقوليش ان التانيين غلط. لا تنصبي نفسك على الاطلاق. يعني مدرسة في مدرسة، ما تنصبيش نفسك، ده يا حلا انت فتاة ممكن يكون الدنيا لخبطت وفي ناس كتيرة اعتزلت بصمت وبهدوء. الفنانة الكبيرة شادية، الفنانة الكبيرة شمس البارودي، ناس اعتزلت وخلاص وقفلت الباب وخلاص. بس فكرة انك تخرجي تقولي للناس دروس، ده كتير، بلاش يا حلا كده. دموع أبوكي دي غالية الحقيقة. أنا بشكرك أستاذ أحمد شيحة، الفنان تشكيلي الجميل، اللي أنا عارفة أن أنت ربيت بناتك على إيه. بشكرك معي النقيب أستاذ أشرف زكي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا بشهادتك. قبل ما أكلمك عن الهجوم، كلمني عن دموع، كيف يعني استمعت لدموع أحمد شيحة؟ لا طبعا، أنا يعني أنا أب برضو ومقدر الموقف اللي هو فيه، ودكتور أحمد شيحة فنان عظيم وفنان كبير، ويعني دموعه غالية علينا كلنا، وربنا يكون معاه يعني في هذا الابتلاء. يعني الموضوع بيتطور بهجوم من تيار سلفي متطرف على حضرتك، وخلينا نبدأ بالهجوم ده، والوسط الفني كله رافض، ويعني في بيانات كتيرة جدا رافضة لهذا الهجوم، متضامنة معاك سواء من ضد بقى الحويني أو غير الحويني أو ناس كتيرة من التيار المتطرف اللي ما صدقوا يزيطوا بقى ويهيصوا. ما هي اتكشفت، يعني اللعبه اتكشفت بدري قوي، يعني اللعبه اتكشفت بدري قوي، وهذا ليس مستغربا عليهم، وهذه اللغه ليس مستغربا عليهم. هؤلاء هم فضحوا انفسهم وفضحوا مخططهم وفضحوا رايهم فينا، واحنا مش هنسيب حقنا. انا ارجو ان الاخ، مش هقول اخ لان هو مش اخ الحقيقه، ان اللي شتمني ده، اللي شتمني ده من لقائي معاه في المحكمة، أرجو أن يصمت، أرجو أن يكون رجلا، لأن إحنا مش هنسيب حقنا، لأن اللي اتشتم النهارده مش أشرف زكي ولا النقيب، اللي اتشتم النهارده كل الفنانين المصريين والمبدعين والمثقفين. مثقفين طبعًا طبعًا. من أمثال هؤلاء الذين لفظهم المجتمع، يبحثون عن دور آخر، فيعودون في ثوب آخر. لكن أنا بقول أهو، من الاشكال دي مش هنسيب حقنا. وانا النهارده رحت تقدمت البلاغ، والرجل يصمت بقى. الرجل يصمت، مش يختفي خلف الكيبورد. بالظبط، اطلع واجهني، اطلع واجهنا. انا يمكن الحاجه المثيره للاهتمام جدا في قصه حلا المره دي، انه لما كانت هناك فنانات محترمات وبنحترم قراراتهم في الماضي بيعتزلنا ويتخذنا هذا الطريق، وده برضو اختيارات وقرارات وربنا يهدي الجميع،
وكانوا بيعتذروا في صمت، المجتمع كان بيجيله حالة قلق وتوتر. المرة دي المجتمع حصل له حاجة غريبة جدا يا دكتور أشرف، أكيد أنت ملاحظ، حصل له ردة يعني ردة فعل غاضبة، مش عشان حالة فقدنا ممثلة مهمة، ولكن علشان فكرة أنه لأ محدش ينصب نفسه داعية، لأ محدش ينصب نفسه يقول الفن حلال أو حرام، خلاص لا نستطيع أن نستمع لهذا الحوار مرة أخرى. بالظبط، هم كشفوا عن انفسهم وهم ده اسلوبهم، غلطين وشتمين وتستطرون بالدين. هو الدين قال لك افتن، الدين قال لك سب الاعراض، اطعن في الاعراض. طب اشتمني انا يا اخي، مال اسرتي؟ مش انت عامل راجل؟ اشتمني انا رجل لرجل. انما انا اقسم لك بالله ان حقنا مش هنسيبه. وانا بشكرك الحقيقه على هذا الامر، ويعني نرجع لقصه حلا ونقول يعني هل هي ما كانتش عضوه في النقابه ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ موضوع حلا خلص يا مدام يانس. صح، انا يعني مش هفتحه تاني، خلاص الموضوع خلص، والنقابه سترتب اوراقها من جديد في اي حد يرى ان الفن حرام واعتزل ولا هاجر ولا سافر ولا ساب الحكايه، لا مكان له في النقابه. طبعا هي قالت بس في البوست الجديد انه هي اتشطبت من النقابة، وهنيئا يعني لكم، وانه ده ضد موقف دار الافتاء. فايه تعقيب حضرتك؟ لا تعليق، لان ده موضوع خلص. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الافتاء الواضح، فهنيئا لي بشطبها لعضويتي. ما لا تعليق، هي مش مفوضه تتحدث باسم دار الافتاء. يعني انا اسال بقى دكتور اشرف المثقف بقى هنا، ما بسال هو الفنان، لسه في حد بيلعب في رؤوس الناس؟ انا هنا ما بتكلمش بس عن حلا، انا بسال الفنان والمثقف هنا طبعًا. وانت بتتفرج على المشهد ده بتقول ايه؟ طبعا طبعا طبعا. كان في محاولة مع واحدة قبل منها. بشكرك دكتور طبعا. أشرف زكي، إذا النقابة هترفع بلاغ، أيضا الشركة المنتجة قالت أنها ستقاضي الفنانة حلا شيحة، لأنها قالت في البوست الأخير أنها لم تتقاضى الجزء الأخير من أجرها عن الفيلم، والشركة المنتجة قالت في بيان لها أنه هذا الجزء كان مختص بالدوبلاج اللي المفروض تعمله عن الفيلم، وهي امتنعت عن دوبلاج الفيلم، وأنه الجزء ده حتى برغم ذلك موجود، واحنا كلمناكي كذا مرة عشان تيجي تاخديه ولم تستلمي. بشكرك شكرا جزيلا سيد النقيب دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. نخرج بقى فاصل ونرجع نشوف بقى نتيجة الفيلم ثلاثة، الثالث مين جابه يا جماعة؟ عمرو السولية ثلاثة يا أهلي، والعشرة خلاص دقائق وتقترب، نرجع ونشوف.